كان موضوع المحاضرة هو إحياء ليوم الطفل الإفريقي، واللي خصص لدراسة معاناة الأطفال الصحراويين. وكان شرح لهذه المعاناة في الأراضي المحتلة بالخصوص، وحتى المصاعب اللي تلقاوها بسبب الأطفال في التشريد وتقسيم العائلات واللجوء. هذه صورة اللي تدخل في إطار انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب، واللي ناتجة كلها عن عدم احترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وبالتالي أصبحت لها مضاعفات متعددة وكثيرة، واللي المتضرر الأول منها هو الأطفال. ونظن المواثيق في هذا الباب واضحة، وحتى فيما يخص القضية الصحراوية واضحة، لا غبار عليها في يعني الأمم المتحدة، الجمعية العامة المتحدة، قضية مسجلة كقضية تصفية استعمار. والمطلوب الآن أنه يفرض على النظام المغربي أنه يلتزم بهذه القرارات، وأنه ما يكون هناك فراغ، لأنه الفراغ سيؤدي للتصعيد وسيؤدي للحرب. إذا مفروض تطبيق هذه القرارات الأممية، والمينورسو اللي هي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء، هذا هو الاسم الرسمي لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، يجب أنها يعني تمكن من تأدية مأموريتها، وإلا فهذه يعني فضيحة للمجتمع الدولي.